أنا مدير عام موانئ جاي أدز عليه أريد أستفهم من عنده بمخالفات القانونية وتعاقدات اللي يشيب لها الرضيع. أجي عليه أباوع رئيس الوزراء مسوي له دائرة تلفزيونية وياه ويقول انتظرك لل 26. هذا يعني شنو؟ انتظرك لل 26 يعني داعمك باقي أنت لل 26 يعني لل 2026 2026 بعد احتراما لرأي من يقف خلفه سيد مقتدى. هذا 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 كلام الفرطوسي. أنا من تيار الصدري والسيد السوداني بعد ما حاسب ولا سمح أن أحد يحاسب فرحان الفرطوسي حتى لو أجيب له متلبس هذا ما راح. اي بس عندك وثائق على فرحان الفرطوسي؟ عندك ما يثبت فساد؟ شنو هي شنو الفساد؟ اشكال الوثائق انا هسه مكودا بلجنه تحقيقيه ما اقدر اعرضها بالاعلام. عندي وثائق قسم بلا اله الا الله راح تهيئ الايام قادم الايام. زين. يعني لو ما عندي هاي اللجنه التحقيقيه لا ذهبت كان ذهبت الى بعد من ذلك كان جبت الوثائق صفطتهن هنا ومثل ما عرضتهن في مجلس النواب اعرض اكثر من عندهن اللي هن عرضتهن قليلات في مجلس النواب. اعرض اكثر من عدن واعطيكم تفاصيل واي وحده من عدن هي بس وحده من عدن من طيل الشركه لها دخل ولها ايد بالارهاب وعليها جاي بها كتاب من مكافحه الارهاب وغسيل الاموال جاي كتاب بمصادر اموالهم منقوله غير منقوله انطاهم 43 مليون دولار اوف وبعد منها وقيس بنطاهم ورا ما اجى هذا الكتاب انطاهم اياه بعد وهي الشركه متهم بالارهاب وموجوده لا تزال عندما كان محمد الشياع السوداني وزير الصناعة قال هذا العقد لا يجدد وجدد وراها 30 سنة وهو بتوقيع محمد الشياع السوداني مرة ثانية اللي هو أصلا 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 رفضها هناك لا رفضها هناك وقبلها هنا لو شنو لو مو هو الموقع لا وقعت الوزارة اللي موجودة حاليا بحكومته